السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ بصوا بقى يا سيدي، دلوقتي في شويه حاجات طبعا طلعت على قائمه ادفانس، قالوا على موضوع الارتفاع القاعده بتاعتها بتاعت المسطره. فطبعا يا جماعه انتوا بتشيلوا السمولتين بتبقى بالجمال ده، حاجه سذجه جدا، ده يخليك تقدر تركب اي قاعده انت عاوزها. قالوا ان الدراع بتاع التعمير بتاعها لما تيجي تضرب بيفتح. طب يا جماعه ايه القصة؟ اول حاجة خالص انت بترجلش عليه بما يتناسب معاك. يعني بص، شايف التكة الصغيرة دي لازم تكون موجودة. لو انت رجلشت قوي وخليتها ناعمة قوي في الدخول، فطبيعي مفيش اللوك ده، لوك يعني الحتة اللي بتيجي تعمل كده تقف هنا، هنا تعمل كده، هي كده عملت لوك. طبعا لما تيجي تعمر كده خلاص عمرت، ولما تيجي تنزل لوك نزلت اللوك، ولما تيجي تضرب طبعا بالنسبة لإيه، انا اخليها 90 درجة ونيجي نضرب حصلش اي حاجه. ليه؟ عشان في لوك. انما في ناس بترجلش عليه، او هو بيطلع من المصنع مثلا رجلش عليه ناعم قوي، تيجي ترفعه وتنزله تلاقيه ناعم قوي. انما ده لا، النوعيه مش موجود، مش ناعم قوي كده، لا اللي هو النورمال تسحبه بسهوله ترجعه بسهوله. ده لازم فرامل تكون موجود، تمام، عشان تبقى الدنيا معاك بيرفكت. طيب برضو قالوا ان الزناد ما بيتعدلش. لا يا جماعة، الزناد والله بتعدل عادي خالص. انت بتفك الدبشك من المسمار اللي موجود هنا، بتلاقي السيخ بتاعك ماشي لحد هنا، بتلاقي فيه مسمار ألانكي صغير على مجموعة الزناد من فوق، بتربط عليه سنة سنة لحد ما تلاقي والله هو ده الوزن اللي أنا عايزه. أنا بالنسبة لي ظابطها على الوزن، لو تلاحظوا كده ضربت. أنا بحب يكون كده. مرة تاني نركز، أرجو أن أكون أفدت.